في نسيج التاريخ البشري هناك فصول لا تزال أقل استكشافاً، فصول تردد صدى الألم ومرونة الأصوات المنسية. إن الإبادة الجماعية الشركسية هي إحدى تلك القصص التي تمثل العواقب القاسية للتطهير العرقي والتهجير القسري. الشركس هم السكان الأصليون لمنطقة شمال القوقاز. يتميز الشركس بلغتهم الخاصة وتاريخهم وتقاليدهم القديمة وعلاقتهم العميقة بوطنهم الجبلي. الشراكسة هم السكان الأصليون لبلاد القفقاس الواقعة ما بين البحر الأسود وبحر قزوين، وهم سكان هذه البلاد كما أثبت معظم المؤرخين منذ حوالي 6000 سنة قبل الميلاد. امتد حكم الشراكسة في القفقاس في فترة من الفترات من سواحل البحر الأسود إلى ما يقارب حدود الغربية للداغستان، وفي بعض الحالات وصل حكمهم في فترة بسيطة جدا إلى بحر قزوين. الإسلام يتغلغل في القفقاس عن طريقين: الطريق الأول الإمبراطورية الفارسية في الشرق، والطريق الآخر الإمبراطورية العثمانية في الغرب، الذين استعانوا أيضا بالتتار والمغول لإدخال الشركس في الديانة الإسلامية. واعتنق الإسلام اعتنق الشراكسة الإسلام بقوة ودافعوا عنه دفاعا مستميتا، حتى أنه الإمبراطورية كاثرين الثانية العظيمة قالت سنة 1783: هؤلاء الجبليون إما أن يعودوا إلى الأرثوذكسية أو يرحلوا. إلى هذا الحد كان الاعتراض الروسي على إسلامهم. في القرن 19 تعرض الشعب الشركسي لإبادة جماعية بسبب الكثير من التغيرات في منطقة القوقاز. أدى هذا الحدث التاريخي إلى التهجير القسري والاضطراب الثقافي للشعب الشركسي. الحروب القفقاسية الروسية بدأت بشكلها الواسع الحربي الميداني سنة 1763 واستمرت إلى 21/5/1864، أي 101 سنة. لم تكن علاقة الروس بالشراكسة سيئة في التاريخ القديم، لأنه كان لديهم عدو مشترك هم التتار، أي المغول، اللي كانوا يهاجموا أولاً القفقاس ثم يتجهوا شمالاً، حتى أنهم احتلوا موسكو في فترة من الفترات. فكان هناك تحالف روسي شركسي ضد التتار اللي هو الخطر العام، لكن كان أيضاً عندهم أطماع غير معلنة. تطورت الأمور بشكل سيء جدا في 1763. أرسلت جيوش روسية كبيرة جدا وبقيت تحارب في منطقة القبردي لغاية 1828، إلى أن استسلمت كل القبائل المقاتلة، وبعض من أراد أن يستمر في القتال من القبردي رحلوا إلى الغرب باتجاه القبائل الغربية الشركسية الأخرى واستمروا في القتال لغاية 1854. كانت الشراسة في القتال رهيبة جدا، وحتى أنه قتل في القفقاس من بالداغستان إلى شواطئ البحر الأسود
على مدى 110 سنوات قتل 1.5 مليون جندي روسي في سبيل احتلال هذه البلاد. بطرس الأكبر ألغى نظام عبيد الأرض الأقنان السيرفس، فهذا الإلغاء تسبب بوجود عبيد محررين بكميات كبيرة وأعداد كبيرة، ولم يكن هناك أراضي خارج الأراضي اللي أخرجوا منها صالحة للزراعة إلا في الجنوب اللي هو القفقاس، فبالتالي بدأوا يبحثون عن أراضي زراعية للأقنان المحررين في منطقة القفقاس. أراد قياصرة روسيا أن يتشبهوا بالدول الاستعمارية الكبيرة، فأهم إشي كان عندهم أنه يكون في عندهم موانئ في مياه دافئة، ولم يكن أمامهم في ذلك الوقت إلا البحر الأسود، فبالتالي بدأوا يهاجموا حتى يستولوا على أراضي المنطقة الشرقية من البحر الأسود اللي هي أراضي شركسية. كان بعض قياصرة الروس يرغبون في الظهور على المسرح السياسي الاستعماري متشبهين ببريطانيا وفرنسا والدول الاستعمارية الأخرى، فكانوا يزحفوا إلى الجنوب، وحصلت بينهم وبين الفرس معارك كثيرة وكذلك بين الأتراك، ولكن معظم القتال كان على الأراضي الشركسية. الحرب بين الروس والشركس لم تكن متكافئة على الإطلاق، من جهة هناك إمبراطورية عندها المدفعية وعندها الجنود وعندها التسليح الكامل، ومن جهة أخرى 12 قبيلة لم تكن دائما على وفاق. كان أشرس قبيلة في الغرب هم الأبزاخ، وحملوا الروس خسائر رهيبة، لكن كمان أيضا كانت وبالا عليهم، وإحدى القبائل الوبخ تقريبا أبيدت، لم يبقى منها إلا أناس بسيطين في تركيا والأردن. وأدت الإبادة الجماعية الشركسية إلى التهجير القسري لجزء كبير من السكان الشركس، كما تم طرد العديد من الشراكسة من أراضي أجدادهم، مما أدى إلى انتشار الشتات على نطاق واسع عبر الإمبراطورية العثمانية ومناطق أخرى. بدأ التهجير القسري للشراكسة من الشرق إلى الغرب حتى يوصلوهم إلى شواطئ البحر الأسود، وتأتي سفن في معظمها عثماني وبعض منها بريطاني والبعض الآخر فرنسي، وتجري هؤلاء المهجرين. كان بعضهم يقضي أشهر على سواحل البحر الأسود بانتظار السفن التي تحملهم، وكانوا يحملون في السفن 10 أضعاف قدرتها التحميلية، وكان يموت الكثير منهم في البحر، فكانوا يلقوا بهم إلى البحر، حتى أن بعض الشراكسة لم يأكلوا السمك أعواما طويلة وصلت إلى 50 سنة، لأنه كانوا يقولوا هذا السمك أكل قرايبنا. أكبر أعداد للشراكسة المهجرين موجودين في تركيا، الإحصائيات تقول أنهم عددهم يبلغ من 5 إلى 7 ملايين. أصبحت تركيا بحاجة إلى مزارعين، إلى أراضي زراعية، فبدأوا بتهجير الشراكسة إلى شرقي الأردن وإلى سوريا وإلى فلسطين.
كان متبقي في منطقة القبردي 350,000، في إحدى الحملات قتل 315,000 إنسان من المتبقين من 350,000، يعني هذه من أكبر الأعداد. كان يموت البعض منهم على الطريق، فلم يكن يسمحوا لهم بدفن موتاهم. ما قتل وأبيد من الشراكسة في من 1763 إلى تاريخ وصولهم إلى عمان 1878 هو أكثر من نصف الأمة الشركسية. فبالتالي بكل الاعتبارات الدولية هذه إبادة جماعية. إن الإبادة الجماعية الشركسية هي بمثابة تذكير مؤثر بأن أصداء المظالم التاريخية يتردد صداها عبر الأجيال. ومن خلال التصدي لهذا الماضي المؤلم، فإننا لا نكرم ذكرى أولئك الذين عانوا فحسب، بل نعزز أيضاً التزاماً جماعياً ببناء مستقبل يرتكز على العدالة والتسامح ومنع مثل هذه الفظائع. وفي ظل الإبادة الجماعية الشركسية، فإن الدروس المستفادة تتجاوز الزمن وتحثنا على أن نكون أمناء يقظين على التاريخ المشترك للإنسانية.